اول حاجه بقى هفكر فيها دكتور عمرو، يعني واحنا كده في اللقاء ده، وقبل ما نبدا نتكلم مع دكتور ابراهيم ودكتور احمد، اهميه هذه المعارض للمبتكرين والعلماء والمخترعين. اولا شكرا جزيلا لحضرتك على الاستضافه، واهلا وسهلا بالاساتذه الكرام اللي موجودين مع حضرتك في الاستوديو. اهلا بحضرتك. معهد القاهره الدولي للابتكار هو السابع، النسخه السابعه، تعقدها اكاديميه البحث العلم والتكنولوجيا لتحقق عدد من الاهداف او بننمو بها تحقيق عدد من الاهداف. اولا هو سوق للابتكار وتسويق الابتكارات لدى المجتمع والصناعه المصريه. حلو. ثانيا هو نوع من انواع نشر الثقافه العلميه بين افراد المجتمع المصري بالكامل، ان المجتمع او الاسره المصريه تدرك مدى اهميه العلم في حياتنا. فبالتالي حضرتك لو بتطلع على محاور المعرض او زائرين المعرض او العارضين في المعرض هتجدهم كل طوائف المجتمع. ليس فقط فئه العلماء من الاساتذه في الجامعات والمراكز البحثيه المصريه، ولكن ايضا من الاطفال، مشروعات تخرج، الشركات الناشئه. ثالثا هو نوع من انواع اظهار القوه العلميه للمجتمع المصري والباحثين المصريين وقدرتهم على مواجهه التحديات الموجوده حاليا. حلو. المعرض الحمد لله هو الاكبر من نوعه في الوطن العربي والشرق الاوسط. وتقيمه جهه حكوميه. فبالتالي ده العديد من الاهداف اللي يعني بنحاول بقدر المستطاع تقديم رساله للمجتمع والدوله المصريه على اهميه دور وتوطين البحث العلمي وايضا كلمه الاقتصاد المعرفي. حلو قوي 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 اخر جمله، الاقتصاد المعرفي. ده هيخليني اخد سؤال كمان واتقل على حضرتك واخد من وقتك شويه كمان، الا وهي انه أنا متأكد 100% ويمكن حتى بالعمر اللي عشته على هذه الدنيا إن إحنا عندنا كم باحثين وعلماء في مصر غير اللي بره مصر كمان، وليهم من الابتكارات والبراءات مئات الآلاف. هل النهاردة أقدر أقول إن أنا بدأت أشتغل على تحويل هذه الابتكارات والبراءات والاختراعات والأبحاث إلى أنها تدخل في حيز التطبيق اقتصادياً؟ أوروبا اتقدمت كده، أمريكا اتقدمت كده، وإحنا ده أحد أهم أهداف المعرض وأحد أهم أهداف أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. المعرفة أو العلم يجب أن تتحول إلى معرفة وقدرة اقتصادية في نهاية المطاف. حلو. لذا عندنا برامج مثل برنامج الحاضنات التكنولوجية والانطلاق اللي بيهدف إلى تحويل الأفكار أو المخرجات البحثية سواء من طلاب من أساتذة إلى شركات ناشئة تقبل استثمار. هذه الشركات الناشئة هي بنعتقد ونتمنى أنها في يوم من الأيام تكون رافد من الاقتصاد القومي. هذه الشركات يجب أنها تكون معتمدة على التكنولوجيا. التكنولوجيا في مفهومها الواسع. يعني التكنولوجيا في مجال الطب، في الصناعة، في الزراعة، الغذاء، تكنولوجيا المعلومات، الذكاء الاصطناعي. كل هذه الشركات واعتقد في امثله عالميه ناجحه وحضرتك ادري بها مني طبعا، يعني العفو يا فندم، تحقق قدره اقتصاديه اقوى بكثير من اقتصاد دول باكملها. صح. نتمنى في يوم من الايام في مصر يكون عندنا هذا الرافد من الاقتصاد في مصر ان شاء الله باذن الله. انا بشكرك جدا 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 مره ثانيه يا دكتور عمرو، كل الشكر ليك دكتور عمرو فاروق، نائب رئيس اكاديميه البحث العلمي للتنميه والتكنولوجيا.